2 مارس 1954، كانت حفلة افتتاح وزارة الإرشاد لموسم دار الأوبرا المصرية. دخل البيكباشي جمال عبد الناصر، واللي كان وقتها نائب رئيس مجلس الوزراء، سلم على سفير الهند، بعدها شاف سفير تركيا فؤاد طوغاي فحياه بكلمة هالو، لكن سفير تركيا بدل من رد التحية وجه كلامه لجمال عبد الناصر بالإنجليزية وبصوت عالي: إنكم لا تتصرفون كالرجال المهذبين، إننا لن نكون أصدقاء بعد اليوم. ما ردش عليه عبد الناصر وأدار ظهره في هدوء. وقتها حاول السفير السويدي إنقاذ الموقف، فتدخل بتقديم نفسه لجمال عبد الناصر علشان ينهي المسألة. في اليوم الثاني أصدرت الحكومة بيان قالت فيه: لا يمكن تجاهل موقف السيد فؤاد طوغاي سفير تركيا لدى القاهرة تجاه الحكومة المصرية بسبب الحديث اللي دار بينه وبين البيكباشي جمال عبد الناصر نائب رئيس مجلس الوزراء، مما أدى بالحكومة المصرية إلى اعتباره شخص غير مرغوب فيه ولابد من مغادرته البلاد خلال 24 ساعة. أعد الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية مذكرة أرسلها لحكومة تركيا لإبلاغها بتجاوز سفيرها وطلب سحبه فورا. أقامت سفارة تركيا حفل لتوديع السفير بمناسبة نقله من القاهرة، وكان سفير الصين مدعو في الحفل. قام سفير الصين بتحية السفير التركي وقال له: عسى أن نراك قريبا هنا مرة تانية في القاهرة. فما كانش منه إلا أنه رد عليه وقال له: لن تراني هنا مرة تانية في هذا المكان القذر. وفي مطار القاهرة وأثناء سفره تم رفع الحصانة الدبلوماسية عنه، وتم معاملته معاملة الأفراد العاديين، وتم تفتيشه في الجمارك. كانت أسباب المشادة بين السفير التركي وجمال عبد الناصر بسبب قرارات مجلس قيادة الثورة بمصادرة أموال أفراد أسرة محمد علي، واللي وصفها السفير التركي بأنها غير عادلة. كان طغاي زوج الأميرة أمينة مختار حفيدة الخديوي إسماعيل، وابنة الأميرة نعمة الله أخت الملك فؤاد وعمة الملك فاروق. كان صهر للعائلة المالكة، وكان عايش في القاهرة في قصر حماته على مساحة 22,000 فدان في منطقة المرج.